واهلا وسهلا بكم اصدقائي من لاكي بوت اوف كواليتي بالجزء الخاص من الجودة مع سندس، وخاصة الجودة الشخصية اللي تعلق كيفية تعاملنا احنا بمكان العمل. واليوم حيكون موضوعنا على كيف نتعامل مع المدير الغيور اللي غار من نجاحك، واللي هو حاس بالتهديد بانه انت ممكن تاخذ مكانه، وبذلك هو حيسوي لك مشاكل على طول الوقت، حتكون ما مرتاح طول وقتك بالشغل. حاب تعرف بعض الطرق اللي ممكن انت تستفيد من عدها وتطبقها؟ ان الهارفارد بيزنس ريفيو بانه المدراء الغيورين يتصرفون بطريقتين. واحدة من هاي الطرق تكون الطريقة الغير مؤذية، يعني المدير يقول لك بهالحالة ايه انت نجحت لانه انت عندك علاقات، عندك شعبية بمكان العمل، فانجزت الموضوع بسرعة. يعني حاول تنكر نوعا ما لعملك بس مو بطريقة مؤذية يؤذيك، بس هو ما يريد يعترف بنجاحك لانه انت تتمثل له خطر، تتمثل له ممكن المدير اللي اعلى من عنده يبدله ويجيبك انت بداله. فهو لازم يلقى طريقة بالنفس البشرية بانه يريد يحمي نفسه من عندك بطريقة ينزل من قيمتك. احيانا تكون هاي الطرق هي غير مؤذية. غالبا تنصح بزنس هارفارد ريفيو اذا كان مديرك من هاي النوعية الغير مؤذية اتركه، يعني لا تكبر المواضيع وياه ولا تحط عائق قدامك بأداء عمله. أما بالنسبة للنوع الثاني، النوع الثاني هو هذا المزعج بالعمل، النوع المؤذي. شنو العلامات؟ إذا خطأت يظل يراقبك، خطأ أنت تخطأه يظل يركز عليه ويشدد عليه، ويعني يبين هو شيء بأنه يريد spot the light on you على خطأ. أو إذا أنتوا باجتماع، شو يسوي هو؟ يقاطعك، ما يخليك تكمل فكرتك، مبين بأنه خلاص يعني احنا نعرف آرائك القيمة، او ينطيك عمل ما حد يريد يسوي على مود هو بس مجرد يريد يخلص من عندك، فيحاول يتصرف بهاي الطريقة ويقلل من انجازاتك. يعني اذا انت سويت شيء مفيد خلاص، يعني اذا ذكر او من ذكر حط ببالك ما حيرضي غرورك انت همين بهذا الموضوع. يعني صح هو تعبت، هو ما راح يذكر هذا الشيء، السبب هو غيران. تشوفه من انت تخطأ هو يستمتع، يعني يستمتع بانه يوجه لك انتقادات ووجه لك اتهامات. يعني اذا كنت تعاني من هذا المدير الغيور المؤذي، هي فعلا مشكلة عويصة، لانه فعلا فعلا ممكن يسبب لك مشكلة بادائك وتطورك المهني. هو حيوقف بطريقك، حيصير عقبة وحيصير مصدر ازعاج لك طول الوقت. طيب شنو نصائح البزنس هارفارد ريفيو اذا انت تريد تعالج مسارهم العاطفي ونظرتهم باتجاه؟ اول شيء يقولون بانه انت لازم تدرك نفسيته، لازم تعرف هو دا يتألم من عندك، انت مسبب له مشكلة. وبهالحالة النصائح اللي تاخذها، اولا شوف انت شنو تقدر تغير بنفسك بتصرفاتك على مود تقلل من ناحية الغضب والغيرة والحقد اتجاهك. احنا كنا نعرف بانه احنا الانسان المقابل 90% ما نقدر احنا نغيره اذا هو من الانسان يريد يتغير، لكن ممكن تغير انت من تصرفاتك حتغير ردود الفعل عنده. شلون؟ بزنس هارفارد ريفيو حطت لنا بعض الاسئله اذا احنا وجهناها لنفسنا وسالنا روحنا عليها حنعرف موقف هذا المدير هو ليش ضايج من عندنا لهاي الدرجه، ليش هو غيران، ليش حاس بالتهديد. اول شيء، انت من نجحت شاركت الاضواء وياه، شارك خطوات العمل انت شلون نجحت بيها شاركته وياه، انطيت الاستحقاق اللي هو يحتاجه بانه انت تعزز شعوره بانه هو كان سبب من اسباب نجاحك. هل انت ذكرت فريق العمل وياك اللي شاركوا وياك بالعمل شلون ساعدوك باداء العمل وشلون ساعدوك بنجاحها؟ لا هاي الاسئله اللي سالتها انت لنفسك اللي هي كلها تخص بانه تعزيز المقابل وتقدير الناس اللي واقفين وياك. اذا انت قدرت هو السبوت لايت عليه بانه لو ما هو ارشاده ولو ما هو تعليماته انا ما وصلت لهالمرحله، ولو ما ايضا الفرصه العظيمه اللي جت لي والظروف اللي تهيئت والمدير اللي هيئ لي اياها وفريق العمل اللي ساعدني، كان اني ما اقدر انجح بهذا المشروع ايا كان المشروع، ايا كان بساطته او صعوبته. انت لازم تحط تقدير لمديرك على مود يقلل هو من نسبة الحقد والغيرة عليك،
حيقول هذا الشخص اوكي بانه عرف لو ما اني انطيته بعض الارشادات هو كان ما يقدر ينجح بهذا المشروع. بس من نجح العمل تدق باب المكتب وتدخل عليه وتقول له اشكرك والله لو ما دعمك ولو ما انت وياي انا ما قدرت انجح. هذا يفيد، هاي نقطة تفيد. النقطة الاخرى اللي تفيد وين؟ بالاجتماعات، بالتجمعات، بالانت واصدقائك ولائك بالعمل. انت بالاجتماع الاداره مثلا اشكر اقول فلان ساعدني، فلان لو ما توجيهاته، فلان لو ما اعطاني الخطه المثاليه كان انا ما قدرت اوصل، بدونه كان ما نجح المشروع، بدون فريق العمل كان ما نجح المشروع. يعني على سبيل المثال جرب تقول هاي الجمله: اريد فقط ان اقر بانه جزء كبير من هذا النجاح يرجع الى دعم مديري والفرص المتاحه لي. لقد اعطاني واود ان اشكر وتذكر اسم مديرك تحديدا على تشجيعي على اغتنام الفرصه وتذكر شنو هي الفرصه. هذا التقدير ليس فقط لادائي ولكن لجميع القرارات التي اتخذوها لتحقيق هذا المشروع. جرب درب على هاي الصيغة، إذا نجحت بعمل اكتب لي بالتعليقات إذا جربتها شنو كانت نتيجتها. هاي النقطة مهمة جدا بأنه أنت امتنانك وشكرك يكون نابع من القلب، يكون صادق، ما يكون أنت دا تمثل، لا، يعني ادعم حديثك، ادعم كلامك اللي أنت دا تقوله ببعض المواقف اللي صارت لك خلال تأديتك للعمل. اذكر بعض الاتصالات اللي اجراها وخبرك بانه انت لازم تسوي هيك ولازم تقوم بهاي الخطوة. شكرا على الفرص القيمة اللي دا يقدم لك اياها ذات المستوى الرفيع اللي انت من نجحت بيها وصلتك لمرحلة ثانية. استخدم نجاحك في تمكين مديرك اولا، ثانيا فريقك على الازدهار والنجاح ايضا. شلون؟ بانه انت تنطيفة خطة بانه تقول له شلون اريد اني الفريق الوياي انجح، سوي ورشات عمل وياهم، حاول تساعدهم وتنطي التقدير ايضا لمديرك لانه هو بالنهاية هو اللي دي يسمح لك ودي ينطيك الفرصة على مود تقوم بهذه الاجراءات. هاي الشغلة جدا مهمة، هاي الشغلة حتخلي المدير يحس بانه انت فعلا جزء من هذا الفريق، انت ما تريد تطلع وتاخذ مكانه، لا، انت تريد الفريق تحسسه بانه احنا كنا سوا واحنا كنا دريد نصعد. كون سباق. النقطة يعني نقطة أنا أعتبرها من أهم النقاط بصراحة، اللي هي شون أنت تحاول السيطرة على المشكلة قبل ما تبدي. إذا حاول مديرك، إذا مديريت يسيطر عليك ومديريت يحطك بكلام جارح وبمواقف جارحة وأنت طبعا بكل عصبية حترد عليه ولا وأنا أحسن ولو ما أنا ما نجح العمل، لا، تحط ببالك بأنه الكلام الصادر من عنده هو من منبع الخوف بأنه أنت تأخذ مكانه. فأنت شلون تطفي هذا الشيء قبل ما يبدي الصراع؟ لا تحاول بأنه أنت تبين له تصارع على السلطة على المركز اللي هو عليه وأنت أحسن من عنده، دير بالك من الأخطاء الشائعة. ثاني شيء، تهدئ من غضبه وتقلل من هاي الشيء بأنه تكبره، بانه كل هاي الصيغه انا حقولها باللغه العربيه وتدرب عليها شوف شنو تقول لي. انا افهم بانه انت قدرتك عاليه واقدر خبرتك وبالحقيقه اريد احصل على نصيحتك حول كيفيه انجاز هاي المهمه. طبعا انت اثناء الحديث حتقول لي شنو هي المهمه. طبعا انت ساعدتني بمهاراتك بالماضي وساعدتني بخبرتك وساعدتني بنصائحك واريد ان اتعلم منك على مود اقدر استمر وعلى مود اقدر ان اتطور. شوف ردة فعله، غرست الامن، غرست الثقة بي، غرست بانه انا بعدني محتاجك، انا بعدني اريد خدر، انا لا شيء بدون ما انت النصائح مالتك على مود الصعد. تعلم شلون تدير هاي المواقف وتخلي الموضوع الصالحات. لا تخلي هاي الامور المدراء احيانا يسووها تضايقك وتحبطك وتحاول تخليك انت في موقف سيء، لا، انت بالعكس حاول تتعلم بعض الاساليب اللي تدير من نفسياتهم وتخليهم بدون ما يكونون اعدائك يكون حليف لك. الملخص من هذا الفيديو: تقدير الاخرين مهم جدا، تعزيز قدراتهم، تقدير لو حتى انطاك نصيحة بسيطة انت قدر هذا الشيء وتكلم هذا الكلام الى وللملأ قدره وساعد فريقك على مود تكبرون سوا.
هذا مو بس مجرد كلام، هو صح احيانا مكان العمل يكون صراع مثل الغابة ومكان جدا قوي للمنافسة، بس انت تريد بالنهاية تنجز العمل. العمل ما ينجز اذا ما كان انت يعني نوعا ما مرتاح نفسيا على مود تقدر تكمل. حاول اتبع هاي النصيحة. يا ربي اكون فدت اي شخص هو في هذا الموقف الصعب ويا مدير اللي غار من عندهم. ودمتم بألف خير، معكم سندس خبيرة الجودة، وألقاكم مرة ثانية بأمان الله.